هن صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد جابر الصباح على مبادرته الطيبة الإنسانية أمير العفو عودة المهجرين مسلم البراك والحربش فيصل المسلم وسائر المهجرين. هذه يعني رسمت البهجة ورسمت البسمة حق الشعب الكويتي كافة. قد نختلف في بعض الأمور، لكن بالنهاية أمير العفو رد البهجة، رد البسمة حق الشعب الكويتي، وأهم شيء أنه ردهم لأهلهم سالمين غانمين. وكنا نتمنى أن تكون هذه المبادرة الطيبة من زمان، لكن لله الحمد ولله المنة بالنهاية ردوا ديرتهم سالمين غانمين لأهلهم ولشعب الكويتي كافة. فنهني شعب الكويتي ونهني صاحب السمو على هذه الطيبة أمير العفو الإنسانية.